بالنسبة للدخول المدرسي ديال هذه السنة هذه كما كتعرفوا جاء في ظرفية خاصة يتبعها انتشار مقلق لوباء كورونا. هذا الانتشار استدعى من الوزارة اتخاذ قرارات خاصة منها على الأساس اعتماد التعليم عن بعد كقاعدة، لكن إن رغب الآباء في التعليم الثانوي أو في التعليم الحضوري لهم ذلك شريطة تعبئة الاستمارة اللي هي موضوعة هنا إشارتهم في الموقع الإلكتروني عبر منظومة مسار في خدمة ولي، ولا كاين إمكانية أخرى يصوروا الوثيقة ويعمروها ويحطوها في إدارة المؤسسة ويعطوها للمدير خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و3 سبتمبر. إذن هذه إمكانية ديال الاستفادة من التعليم الحضوري هي واردة، لكن الوزارة اتخذت هذا القرار وعطت هذه الإمكانية بهدف إشراك الآباء في اتخاذ القرار، ماشي قضية تهرب من المسؤولية، بل هو عملية تساهم في إشراك الجميع في اتخاذ هذا القرار، لأن مسألة التعليم هي مسألة الجميع وليست مسألة وزارة التربية الوطنية وحدها. لهذا الشيء أعطي الأمر الاختيار للأسر في نمط ديال التعليم. فيما يتعلق بالتنزيل، الوزارة أعدت مخططا متكاملا تمشتوا غير المذكرات 39-20 اللي ضمنت بالإضافة للتوجيهات ضمنت أطر مرجعية بالنسبة لكل نمط من الأنماط اللي غادي يتم التنزيل ديالها. والأساسي في هذا الشيء هذا كامل هو أنه أعطيت صلاحية للرؤساء المؤسسات للمديرين الإقليميين المديرين الجهويين بتنسيق مع السلطات الإقليمية والسلطات الصحية لاختيار النمط الأنسب حسب تطور الوضعية الوبائية. إذن الوزارة مستعدة على جميع الأصعدة كيفما تطورت الوضعية الوبائية تطور معها الأنماط التي يمكن اعتمادها على مستوى المؤسسات التعليمية. اليوم وصلنا المحطة ديال التنزيل، غادي ننطلقوا في العملية ديال التأطير ديال التتبع الميداني من طرف المختصين، تأطير المديرين، تأطير الأساتذة من طرف السادة المفتشين لمدارسة كيفية انتقاء الفقرات الحضورية والفقرات الخاصة بالتعليم التعلم الذاتي في المنازل. ما كنذكروش هنا على التعليم عن بعد، كنذكروا على التعلم الذاتي في المنازل اللي هو جزء لا يتجزأ من التعليم الحضوري. وبالتالي حنايا كأكاديمية يعني مستعدين على جميع الأصعدة لتنزيل هذا المخطط اللي توصلنا به من الوزارة واللي ساهمت في البناء ديالو كل الأطر ديال الوزارة. كنتمنى في هذا الوقت الراهن أن الأسر ورجال الإعلام والمتدخلين أنهم يساهموا في التنوير باش نحسوا التلاميذ ونحسوا حتى الأسر باش ما نعتبروش بأنه ما نحن مقبلين عليه هو قد يضر بالتلاميذ إلى غير ذلك. بالعكس خص غير نتعاونوا في هذا الشيء هذا وغادي ننجحوا، وحتى الظروف الصحية إن شاء الله إلا تعاوننا واحترمنا التباعد واحترمنا الشروط المصابية كنعتقد غادي تحسن الوضعية وغادي ندوزوا للوضعية ديالنا التقليدية العادية في التعليم.